اهلا بكم. امبارح بدات الاجتماعات السنويه لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. في البدايه الحقيقه خلينا نستقبل عبد الرحمن يوسف الصحفي من واشنطن، وهناك هيطلعنا على ابرز توقعاته للوضع الاقتصادي العالمي. ومديره الصندوق جورجينا اشارت الى ان التوقعات الاقتصاديه للاقتصاد العالمي متواضعه على المدى المتوسط واكثر قتامه على المدى البعيد. وابرز المخاوف وراء التوقعات دي، خلينا نستقبل الاستاذ عبد الرحمن يوسف. استاذ عبد الرحمن اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، واهلا بالساده المشاهدين. استاذ عبد الرحمن، ممكن تعرفنا على ضيفك؟ ضيفي هو امادول، وهو رائد اعمال من النيجر وناشط في المجال الاقتصادي، ويعمل في منظمه اهليه تهتم بالعمل الاقتصادي الدولي وتشجيع رواد الاعمال في الاقتصاد. طيب اهلا بيك، اهلا بيك على شاشه قناه مكملين وبرنامج مصر النهارده. ويلكم يو تو مكملين تي في ان لايك شو مصر النهارده، لايك ايجيبت توداي ويز مستر محمد ناصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا. بس ممكن يطلعنا ضيفك هو رائد اعمال، ماذا تعني كلمه رائد اعمال؟ انا مع المصطلح ده جديد عليا يا استاذ عبد الرحمن. يا هيز لايك كان يو لايك briefly explain what the meaning of entrepreneur in like in economy. Okay, mean about entrepreneur. Yeah. In food industry. Yeah. And I am in industry. In food industry. Oh, food industry. Yes. Yes. Yeah, yeah. Industry. And we are in the civil organization. This is why I'm here to defend the interests of our countries in Sahel, particularly in Niger. Mm-hmm. Yes, this is why we are here. Yes, but like what the meaning at the beginning, the entrepreneur as a concept, like if someone said I'm entrepreneur, what that mean? Entrepreneur. Yeah, what that mean? It mean that. I want to. I will talk about my ideas, mm-hmm. what I think about the world, mm-hmm. what I think about my country, mm-hmm. what I think about our interest in the world economy. Yeah. هو في حالاته استاذ محمد هو هنا هو يعمل اولا رائد اعمال في مجال او في صناعه الغذاء. وهو في هذا السياق الذي هو فيه يقول انه هنا من اجل الدفاع عن مصالح الساحل الافريقي وخاصه النيجر فيما يتعلق بالسياسات الغذائيه وصناعه الغذاء في العالم. طيب انتوا الان في صندوق النقد الدولي. نعم. وفي المقر الصندوق اقول يعني. في المقر الرئيسي هنا هيستجري الاجتماعات. وده اجتماع دوري لصندوق النقد الدولي. نعم، هو الصندوق لديه اجتماعان سنويان، اجتماع في الربيع واجتماع في الخريف. هذان الاجتماعان يحضر فيهما وزراء المالية ومديري البنوك المركزية في العالم وبعض وزراء الاقتصاد وكذلك الصحفيين وبعض النشطاء الاقتصاديين. وهو لا يهتم فقط بالاقتصاد بشكل مباشر، لكن يهتم بقضايا حوله مثل قضية المناخ وقضية الجندر أو قضية المساواة الجنسية أو المساواة في الاقتصاد بين الجنسين وما إلى ذلك من قضايا. ولكن هذان الاجتماعان بشكل رئيسي جوهرهما هو شرح الصندوق لتوقعات النمو وإجراء بعض المراجعات لبعض الدول أو التي لديها برنامج وإعطاء المؤشرات المالية ومؤشرات الاقتصاد الكلي. وفي نفس التوقيت يكون اجتماعات البنك الدولي، هي اجتماعات الصندوق والبنك الدولي يعني متوازيان مع بعضهم البعض، لكن أنا هنا في مقر الصندوق، مقر البنك الدولي في المبنى المجاور لنا، وتجري فيه اجتماعات، لكن بطبيعة الحال البنك الدولي يركز أكثر على مشاريع التنمية ومشاريع محاربة الفقر وما إلى ذلك، في حين أن صندوق النقد يتعامل بشكل رئيسي مع الحكومات حول السياسات المالية والسياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي وبرامج الاقتصاد التي من وجهة نظر البنك يمكن أن تحسن الوضع الاقتصادي للدول. طيب أنا ضيفك اسمه أندرو تقريبا؟ آدموف. طيب ديفك آدموف بيعرض في الاجتماع ده قضايا الساحل الإفريقي وفيما يخص الأغذية. يعني هو يقصد بالساحل الإفريقي دول الساحل الإفريقي وليس إفريقيا بشكل عام.
سؤالي بقى لي، ما هو توقعات الاقتصاد في افريقيا خلال الفترة القادمة او مما قرأه في الاجتماع ده الدوري لصندوق النقد؟ What is your expectation for African economy like in context of the outlook of the IMF like this October? How do you see the African economy in the near future and how do you see the expectation from the IMF for African economy? For the future, I think that for African, we must do all the best to stop extractive economy mm-hmm. in order to transform our economy, our raw materials in Africa. Do what? Our raw materials to transform our raw materials. For example, uranium, gold, mm-hmm. Platinum, cobalt, we must transform them in Africa. Uh-huh. Our oil, our gas must be transformed in Africa. Uh-huh. Okay. هو أهم نقطة بالنسبة له في المستقبل القريب أنه يجب على الدول الإفريقية أن تقوم بالصناعات التحويلية داخل أفريقيا، يعني اليورانيوم، الغاز، جميع المعادن يجب أن يتم تحويلها والاستفادة منها من داخل أفريقيا وليس أن تأخذها دول في الخارج وتقوم بهذه الصناعات وتستفيد منها، يجب أن يتم كل هذا في أفريقيا نفسها وهذا هو أمله في المستقبل القريب بعدما اطلع على تقارير صندوق النقد الدولي الخاصة بأفريقيا. طيب معلش عبد الرحمن، أنت ذكرت منذ قليل أن هناك في الاجتماع ده وزراء مالية من دول العالم المختلفة ومسؤولي البنوك المركزية في العالم، هل في وفد مصري هناك؟ نعم بطبيعة الحال أنا أخذت اجتماعات الصندوق منذ عام 2014 ومصر في كل عام يحضر لها وفد كبير بصحفيين. أنا قابلت هنا قبل ذلك كان مستشار لبعض الدول الأفريقية بطرس غاني وكان هناك أيضا وزراء مالية ومدير البنك المركزي في مصر ويكون هناك غدا اجتماع الجي 24 ومصر بوصفها لديها برنامج كبير فبيتوقع أن يحضر وزراء ويحضر مدير البنك المركزي. بطبيعه الحال انا ليس مطلعا بشكل مباشر على اسماء الوفد المصري لكن اتوقع ان يكون هناك زياره لهذه الاسماء او من ينوبهم في هذه الاجتماعات لانهم حضروا قبل ذلك كثيرا يعني خاصه مع بدء البرنامج مع مصر 2016 قبل ان يتم مد البرنامج في عام 2022. حضرتك تعلم ان مصر بدات ببرنامج من 3 مليار دولار لكن مصر طلبت ان يتم تضخيم البرنامج او تكبيره عام 2022 وتم الموافقه على ذلك الى 8 مليار دولار ومصر كان لديها مراجعه في سبتمبر 15 سبتمبر الماضي لكن تم تاجيلها كما حضرتك اشرت في المقدمه وشرحت بوضوح واشرت الى نقطه ذكيه جدا وهي انه يبدو ان المراجعه تم تاجيلها ليس كما هو معلن بسبب انشغال الصندوق في تحضيرات الاجتماع ولكن ربما لخلافات كبيرة بين النظام وبين الصندوق فيما يتعلق بهذه المراجعة الرابعة خاصة أنها كان مقرر لها 15 سبتمبر أي قبل اجتماعات الصندوق وبالتالي الحجة المتعلقة بأن اجتماعات الصندوق وانشغال الصندوق بها هو من أجلها يختلف طبعا هذا يتوازى مع أن الصندوق له مطالبات من بينها والصندوق دائما لغته دبلوماسية يتحدث عن خفض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية أن يكون هناك نوع من أنواع المرونة في سعر الصرف أن يكون هناك نوع من أنواع القدرة على الاستدامة في تحمل الديون يعني بمعنى أن يكون لمصر القدرة على سداد الديون وتحمل وجود كلفة من الديون بالطبع الصندوق يتحدث كما قلت بصيغة دبلوماسية نتحدث أيضا الصندوق بالإضافة إلى ذلك أن يكون هناك سياسات مالية متشددة وكلمة سياسات مالية متشددة التي يقولها الصندوق بالمناسبة هي تعني كل الإجراءات التي تقع على كاهل المواطن حاليا لكن بطبيعة الحال الصندوق يتحدث دائما عن مواجهة هذا الأثار الاجتماعية ببرامج اجتماعية بديلة يبدو أن الصندوق والنظام ما زال مختلفين عن طبيعة هذه البرامج لأن كلمة سياسات نقدية متشددة تعني أننا سنشهد على الرغم من وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ألا يكون هناك ارتفاع للبنزين قبل 6 أشهر لكن هناك اتفاق مع الصندوق وضمن البرنامج أن يكون هناك ارتفاع آخر في عام 2025 فحتى لو لم يكن خلال 6 الأشهر الحالية حتى اجتماعات الربيع ربما سيكون بعدها وبالتالي يبدو أن الصندوق يرى أن يكون هناك نوع أيضا أشار إلى هذه النقطة
ان يكون هناك نوع من انواع تمكين القطاع الخاص. حينما يتحدث الصندوق عن تمكين القطاع الخاص فهذا يعني بشكل او باخر نوع من انواع التحارب طيب. الحكومي. هنرجع انا اسف للمقاطعه يا عبد الرحمن، بس هنرجع عشان ضيفك اللي معاك. هو لدي سؤال واحد بس للضيف، يعني هو فيما اذكر انك انت اتكلمت ان الراجل ناشط اقتصادي في لدول الساحل. دول الساحل يقصد بها موريتانيا ومالي بوركينا فاسو بنين الجزائر ولا دول الساحل؟ Yeah, like you cost countries, you mean like West Africa specifically, right? Like you are focusing on Niger plus the West African countries. Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritania. Like Mauritania, etc., right? Yes. صحيح. ما الفكرة من إنه لا يتحدث بشكل عام عن إفريقيا ولكن اختار الجانب الغربي من إفريقيا من الساحل الإفريقي؟ Like asking like what is the main purpose for like focusing on West Africa specifically, not all Africa specifically, like overall, like Egypt, Ethiopia, Somalia? Why your concentration or focusing on West Africa? West Africa is in terms of demography, mm-hmm. is the where we have the most people in Africa, the region of Africa, mm-hmm. because we have Nigeria, which is the one of the country in Africa, enfin, the first country mm-hmm. where the population is important. Mm-hmm. Nigeria. Nigeria, it is oil, it is industry again. Mm-hmm. So this region of Africa, West Africa, is a very important region in terms of economy mm-hmm. because of the presence of Nigeria mm-hmm. and other countries like Cote d'Ivoire, like Ghana, this. And you mentioned population, but do you mean like the majority of population of Africa is concentrated in West Africa? In West Africa, yeah. Yes, because Nigeria, mm-hmm. only Nigeria, it is more than 200 million people. Mm-hmm. Yeah. So Nigeria, it is about 20% of the African whole population. هو يقول أن وسط أفريقيا بطبيعة بصفة عامة بها التركيز الأكبر لعدد السكان، وبها دولة نيجيريا التي هي تمثل 20% من مجموع سكان أفريقيا بحسب قوله، ولأن وسط أفريقيا أيضا فيها كثافة سكانية أخرى بالإضافة إلى نيجيريا، فضلا أن بها الكثير من الثروات الطبيعية وخاصة بالذكر مسألة البترول والغاز، وبالتالي هو يرى أن يعني هذه النقطة أو المكان الذي يجب أن يكون فيه التركيز بسبب أن يعني ضمنيا أن بها عوائد. أيوة تمام، لكن فهمت ده. لكن أنا عبد الرحمن عندي مشكلة بس أن الدول الغرب الساحل الغربي بيحكمها مجالس عسكرية أو عسكريين بانقلابات عسكرية، وكل ما يريد هذه الدول أن خروج من عباءة باريس إلى عباءة روسيا، فيما أعلم أنا قد أكون مخطئ، إلى أي مدى كلام صحيح؟ Yeah, he's like belonging the like or like referring to the democratic point. Mm-hmm. He said like most of West African countries is like ruled by military regimes and stuff like that, and like most of them, like or like many of them, they just seeking to belong to the like a Western country, like from Russia to like from France to Russia, from Russia to the US, kind of that. Like so, the independence, it has kind of skepticism. There is a skepticism, or like there is a doubt in the full independence for this country. So implicitly, like how we achieve this development in West Africa. Africa, while we have a military regime. Okay, in West Africa, the SIC countries are the Francophone countries mm-hmm. in West Africa. Yeah. Because countries like Nigeria, Ghana, they don't have this problem. The democratic system is improving mm-hmm. in these countries. But mm-hmm. in Francophone countries, we have a lot of problem because of the presence mm-hmm. of France. Mm-hmm. Because if you take in terms of economy, mm-hmm. the money mm-hmm. people use in these countries
is called France CFA. This money belongs to France. It means that the colonization of this part of Africa continues until today. يعني هو يتفق مع حضرتك. انا قلت له ان سؤالك بعد ما ترجمت السؤال قلت ايضا انه ضمنيا سؤال حضرتك فيه تساؤل ضمني عن فكره كيف تحدث هذه التنميه المنشوده وسط انظمه دكتاتوريه عسكريه. وهذا اعتقد هو السؤال الضمني. صح، هو ده سؤالي فعلا. فهو قال انه يتفق معك، لكن قال هذه المشكله موجوده في الدول الفرنكوفونيه التي يعني كانت مستعمره من فرنسا، وقال ان الاستعمار بشكل غير مباشر ما زال موجود فيها، حتى يقال فيها ان المال مال فرنسا، لكن هذه المشكله ليست موجوده في كل دول غرب افريقيا. وقال ان دول مثل غانا ونيجيريا وربما النيجر وغيرها يعني لا توجد فيها، وهناك احتماليات اعلى لتنامي الديمقراطيه فيها، لكنه يتفق معك بان هذه المشكله الخاصه بالاستعمار ما زالت موجوده، وانه يعتبر ان الاستعمار ما زال موجودا بشكل غير مباشر في الدول الفرنكوفونيه. شكرا لادموف جدا. Thank you so much for accepting for this interview and thank you. I wish luck for you in the rest of the meetings in the IMF. Thank you. يعني ما يا عبد الرحمن دول مجالس عسكريه، ما هي زي مصر يعني، ما بعدناش كتير يعني. تنميه ازاي مع مجالس عسكريه؟ انت عندك بوركينا فاسو ومالي، انقلابات عسكريه عماله تحصل ومجالس، يعني كيف تحدث تنميه مع العسكر؟ نرجع لمصر بقى، سؤالي ليك بعيدا عن اي حاجه، هل وصلك اي توقع لاداره الصندوق عن الاقتصاد المصري على المدى القريب او المدى البعيد؟ هو طبعا بطبيعه الحال جزء من الورلد اوتلوك او افاق النمو الاقتصادي الذي يتوقع فيه الصندوق الباقيه من العام ثم العام القادم، يكون فيه مؤشرات عن جميع الدول. يعني في مصر بطبيعه الحال المؤشرات الرئيسيه التي يرصدها الصندوق من بينها مؤشر النمو، يعني مؤشر النمو الاجمالي هو خفض الصندوق من توقعاته في يعني استكمالا لعام 2024 الى 2.7 بينما كان 3.8%، وبالتالي تم التخفيض على مستوى 2014، لكنه توقع ان يصعد مره اخرى الى 4.1 في عام 2025. ايضا على مستوى البطاله هو توقع ان تزيد البطاله بنسبه 2.1 يعني في مصر. الحاجات التوقعات دي في مصر يا عبد الرحمن. نعم، انا هنا اتحدث عن المؤشرات الرئيسيه، هي تسمى في صندوق النقد الدولي المؤشرات الكليه. بطبيعه الحال في تقارير السياسات الماليه يكون هناك شروح تفصيليه تخص الخبراء، لكن هو يعطيك في هذا التقرير المتعلق بافاق النمو المؤشرات الكليه الخاصه بمعدل النمو الناتج الاجمالي، مساله ميزان المدفوعات مثلا، هو توقع ان يكون لمصر نوع من انواع الانخفاض، يعني مصر يحدث فيها عجز زياده بنسبه 0.2 في ميزان المدفوعات من 6.4 الى 6.6% من ميزان المدفوعات، اتوقع ارتفاع نسبه البطاله، كل هذا على عام 2024. ايضا من ضمن المؤشرات الهامه الخاصه بالتضخم، كان التضخم متوقع بان يكون 24% في 2023، هو في هذا العام 2024 ارتفع الى 3.3%، وبالتالي كل المؤشرات الخاصة ب 2024 سلبية وأصبحت أكثر سلبية عن التوقعات التي كانت مطروحة لعام 2024 في اجتماعات 2023 أو حتى اجتماعات الربيع هنا التي غطيناها أيضا هنا في برنامج مصر النهاردة في إبريل الماضي 2024. لكن الصندوق لديه توقعات فيها قدر أعلى من التفاؤل، لا أعلم صراحة يعني على أي أساس يقول بعض الخبراء أنها بسبب بعض الصفقات الخاصة بالبحر الأحمر ورأس الحكمة، ربما صفقات البيع كما نقول بالطريقة العامة أو بطريقة الواضحة المباشرة دون أي دبلوماسية، لدي توقعات فيها قدر أعلى قليلا من الإيجابية كما أشرت في معدل النمو، يرتفع من 2.7 إلى 4.1. هذا رقم يعني ليس قليلا، لا أعرف كيف سيحدث هذا في 2025. أيضا توقع أن تنخفض معدلات التضخم الى 24% في عام 2025 من 33% الى 24%، وربما 21%
في نهايات 2025، وبالتالي يمكن القول ان على مستوى 2024 ما زال الصندوق متشائما في مؤشرات الكليه، معدلات البطاله، ميزان المدفوعات، معدل النمو الاجمالي، معدل النمو الاجمالي، معدل التضخم لديه رؤيه متشائمه في 2024 لكنها يحسنها قليلا في عام 2025، وبالتالي يبدو ان هذا التعثر الموجود في المفاوضات على الشريحة القادمة التي تستلزم مراجعة رابعة من الصندوق، يبدو أن هذا الأمر هو مربط الفرس فيما يتعلق بتشاؤم الصندوق، لأنه حتى الآن حينما يؤجل المراجعة هذا يعني تأجيل شريحة القرض، وبالتالي هذا يعني أن الرؤية بالفعل متشائمة في 2024، لكن لا أعلم لماذا، يعني ربما هذا يحتاج إلى خبير متخصص بشكل دقيق. 24 خير ستي عبد الرحمن، ولسه 24 حاجة، ده احنا في أكتوبر. نعم نحن في 2024، لكن الصندوق دائما يعطي مؤشراته للجزء الباقي من السنه، وهذا التقرير يتم اعداده في سبتمبر، يعني يتم اعداده على مساله ربع سنويه، وبالتالي ربما بدا الاعداد له في اغسطس وانتهى منه في سبتمبر حتى يعرض في اكتوبر، وبالتالي هو يتحدث عن ثلاثه اشهر في عمر الدول اقتصاديا كبيره، يعني يحدث فيها انخفاضات وارتفاعات بشكل كبير، وبالتالي ضمني الشخصي ان هذه المؤشرات ستستمر معنا حتى الاجتماع القادم ابريل 2025، وربما هو الذي تظهر فيه اذا ما كانت رؤيته الايجابيه ل 2025 صادقه ام لا، وليس الثلاثه شهور الاولى، انك كما اشرت هذا عن الثلاثه شهور الحاليه، وبالتالي قياس الثلاثه شهور التاليه ربما لن يكون سريعا، وربما تكون الرؤيه المتعلقه ب 2025 يعنى بها المنطقه ما بين ابريل والاجتماعات القادمه ما بين ابريل واكتوبر 2025. على كل حال الاستاذ عبد الرحمن يوسف الصحفي من واشنطن، بشكرك جدا على مجهودك وعلى دائما اطلالتك على شاشه قناه مكملين وعلى برنامج مصر النهارده بصفه خاصه، دائما تفيدنا، والتوقعات دي يا ريت يا عبد الرحمن تتعب وتبعتها لنا في الاعداد مكتوبه، لان انا الارقام عندي حور رقمي يعني ما بسمعهاش كويس. لا مشكله، سارسلها للاعداد بما لها من دلاله، وسارسل ايضا النسخه، وانا سعيد ان هذا هو الاجتماع التالي على التوالي نقوم هنا في مصر النهارده بتغطيه اجتماعات صندوق له، وباذن الله نعد المشاهدين ان نكون هنا ايضا في اجتماعات اخرى ونتابع هذا التعثر ما بين البرنامج والحكومة المصرية، ليس فقط على مستوى الاجتماعات النصف سنوية، ولكن ربما في الأشهر القادمة، حتى يكون لدى السادة المشاهدين رؤية من الداخل ومن قلب الحدث، من قلب صندوق النقد الدولي. كل الشكر والتقدير ليك، ودائما بتسعدنا والله يا أستاذ عبد الرحمن، ولا إلى أن نلتقيك، ما احنا نلتقيك قريب عبد الرحمن، ده قريب قوي، ده الراجل نزل اشتغل في ماكدونالدز يا عبد الرحمن. نعم، وصندوق النقد بالمناسبة الأحاديث عن الانتخابات الأمريكية تسيطر هنا حتى داخل الصندوق، حتى لو أن الصندوق ليس له خطاب سياسي ودائما يتحدث بطريقة دبلوماسية جدا، ولكن فكرة وصول ترامب أم كامالا هاريس هذا سيؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي لتباين الرؤى بينهما في المسألة. لا سيبك من تباين الرؤى، خليني أنا على جنب كده، أنا قريت تقارير إن هو نزل اشتغل في ماكدونالدز اليوم ده الساعتين دول، أنا قريت تقارير مختلفة، ناس قالت هو كان بيتريق على بايدن، لأن بايدن كان قال أنا اشتغلت في ماكدونالدز قبل كده، فهو كان بيتريق عليه، وناس تانية قالت لا ده بيعمل دعاية انتخابية، أي الروايتين صحيح؟ هو سخرية من كمالا هاريس، لأن كمالا هاريس قالت أنها عملت في ماكدونالدز، وقيل أن حملة ترامب بحثت عن تاريخها في هذا الأمر، ووجدوا أن الأمر ليس صحيحا أو ليس دقيقا، فقرر ترامب ان ينزل للعمل بماكدونالدز حتى يقول لها انا من عملت بماكدونالدز وليس انت، او انك تكذبين بينما انا الصادق في العمل في ماكدونالدز، وبالطبع فيه دعايه سياسيه توضح انه هو القريب من الطبقه العامله وانه لا يكذب عليهم في تاريخه، لانه حينما يخرج قبل الانتخابات باسبوع ويقول عملت بماكدونالدز سيكون هو الصادق، وطبقا لحملته ستكون هي الكاذبه. كل الشكر والتقدير ليك عبد الرحمن من واشنطن، وفي انتظارك للتغطية على الانتخابات الأمريكية. شكرا. قال لي صديقي الاقتصادي المحترم إن الصندوق ده الحقيقة بيقرض الدولة على قد احتياجها لإقامة المشاريع، فإذا أنت اقترضت مشروع إنتاجي للبيع وكان هناك دراسة جادة، دراسة جدوى للمشروع
فلا بأس، بشرط أن تقترض على قدر احتياجك للمشروع هتنجح. أما إذا اقترضت للكماليات، توضيب الشقة، شراء عربية، فأنت هتنهار. السيسي اقترض عشان العاصمة الإدارية وشوية الكباري والكارثة اللي انتوا عاملينها دي. الرجل الاقتصادي المحترم بيقول لي الكلام ده، أنت لابد أن يكون لديك مقدرة على سداد القرض. إذا اقترضت وأنت ليس لديك مقدرة على سداد القرض، أنت هتروح في داهية. الرجل الاقتصادي هو الله، ومن جامعة إيه؟ من جامعة محترمة بقى، تعليم بقى. بيقول لي هو إذا اقترضت الدولة على قدر حاجتها لإقامة مشاريع إنتاجية للتصدير فهذا جيد، أما إذا اقترضت لمشاريع غير إنتاجية فهذا دمار على البلد. أنت اقترضت عشان تفتح عربية كشري تشتغل عليها، اقتراض جيد. اقترضت عشان تجيب عربية أو تلاجة جديدة، التلاجة اللي هتجيب لك فلوس ولا العربية هتجيب لك فلوس؟ ده اقتراض هيدمرك. السيسي اقترض ليه؟ عشان يعمل استاد العاصمة والعاصمة الجديدة، كلام فارغ، فودى البلد في داهية. على كل حال دي كانت نهاية الحلقة، كل الشكر والتقدير من قلبي والله لحضراتكم، وديكوا على يدكم شفتوا فيديو من سبتمبر 2016 النهاردة إعلامه بيقول نفس الكلام اللي احنا قلناه. والله سبحان الله أنا شخصيا اتفاجئت بالفيديو ده، لكن دي رسالتنا من ساعة ما بدأنا، من ساعة ما خرجنا من مصر، ورسالتنا ان احنا نكشف الكذب ده، الأفاق اللي ضحك على المصريين كلهم وبعلهم الهوى في أزايز، النتيجة احنا بنشربها دلوقتي. ربك بيوفق. شكرا لفريق الإعداد، شكرا لفريق الكنترول، وقبلهم شكرا لحضراتكم، وإلى أن نلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.